الأستاذ هشام زعزوع الذي يحتل قاطرة مهمة قادرة إن شاء الله على قيادة الاقتصاد المصري في وقت لدينا أزمات حقيقية. لذا هو كان ضيفي الأول من الحكومة المصرية في هذا البرنامج. سيادة الوزير أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وشرف إن أنا أكون أول ضيف. لا ده شرف ليا يا فندم. شكرا. سيادة الوزير أنت جاي من القطاع الخاص للحكم للوزارة على كرسي وزارة، وزارة هامة بتمر بمنحنى بتتأثر بأي شيء يحدث في مصر، يعني بومبة تفرقع في مصر بتأثر على السياحة المصرية، وفي وقت يبدو أن مصر مستهدفة، مصر غير مستقرة، تبدو مسؤولية وزير السياحة مسؤولية ضخمة جدا. وحتى نقترب من هذا الملف الشائك خلينا نبتدي مع حضرتك من النقطة الأولى، وهي كيف تأثرنا بما حدث في بالفيلم المسيء الذي بثته الولايات المتحدة الأمريكية وبث على وسائل الميديا وسائل الإنترنت المختلفة. للأسف يعني ما أقدرش أنكر من ناحية السياحة الغرب شاف المظاهرات، اقتحام السفارة، تنزيل العلم، حرق العلم، رفع علم آخر ما هوش حتى علم مصر، مثل هذه الأفعال والصور يعني كان ليها تأثير سلبي بلا شك، يعني مش عاوز أنكر هذا. كانت النتيجة أنه الغاءات تمت على طول كرد فعل في الأيام الأولى، لأنه مش مفهوم، يعني مفهوم أن أنا أعترض، الغضبة مفهومة وكلنا غضبانين، التعبير عن هذه الغضبة يعني مقبول تماما. اللي مش مفهوم ان تتحول هذه الغضبة وهذا التعبير الى تعبير في عنف وبعدين تعدي. هذه السفارات معروف جدا ان لنا اتفاقات دولية مفروض نحميها، وهذه الاتفاقات مفروض انها احنا منذ ان وقعناها يعني اعلى من 61 معاهدة فيينا بالنسبة لحماية السفارات مصر، يعني عمر ما كان فيه شكوى من هذا الخصوص. مؤخرا بقت فيه هذه النوعية من الاحداث بتتكرر. فاعتقد يعني تحول الاعتراض من اعتراض سلمي راقي عظيم الى عنف الى اقتحام السفارة، اعتقد انه يعني حول هذه الغضبة والهدف منها ومن تعاطف كامل الى عدم تعاطف في النهاية في جزئية العنف وليس في المعنى او المطلوب. وبالتالي التأثير كان نزل لـ 28% تقريبا. ده في فنادق القاهرة كان في فندق منهم 38% وكان طالع وصل الخمسينات ثم تراجع بقى النص على طول بعد ما حصل الكلام دوت، لان الناس كانت خايفة ان الكلام ده معناه بداية فوضى في الشارع المصري مرة اخرى وانفلات كامل. فالخوف ده ترجم في شكل الاحجام عن زيارة مصر بالدرجة الاولى. انما يعني وانت حضرتك بتسألني السؤال ده انا سألت مباشرة بعد ما نظفوا ميدان التحرير وبدأ يحطوا الأمن رجع هنا، الأمن كده رجع وظهوره ومظهر، وتم تصوير الكلام ده في الصحف المختلفة تناقلته والديت، رد الفعل كان على طول، يعني الأرقام رجعت زادت تاني من 28 بقت 38 40 43. يعني احنا بنتأثر سلبا وإيجابا بسرعة بسرعة، بس كانت النتيجة الخوف الحمد لله تبدد. ده اللي عايز اقوله، انه ان شاء الله سوف يتم احتواء اي اثار سلبيه في قطاع السياحه خلال الفتره القادمه. يعني ده الجانب الايجابي بعد ما حدث، انه قالوا لا في دوله موجوده وفي امن وتعامل بحكمه شديده، حتى لو اتفقنا واختلفنا مع طريقه مناوله الاحداث لكن في النهايه كان هناك انضباط نفسي ضخم جدا من جانب وزاره الداخليه. اعتقد كان في حكمه شديده في التعامل، ما اتخذش المسألة بشكل عنيف يعني من جانبين. حضرتك قلت ان على نهاية هذا العام هيكون عندنا تقريبا 12 مليون سائح ان شاء الله. هل تتوقع ان احنا نصل الى هذا العدد؟ والله امل لازال يحدوني، لان الارقام يعني مش بقولها نوع من التفاؤل فقط، لا الارقام والجهد اللي بذل في الاسابيع القليلة الماضية ان شاء الله هيدي امل. يعني امامنا 3 شهور فقط، امامنا 3 شهور بس في احداث كتيره ان شاء الله هتحصل في خلال 3 شهور. يعني اقول لحضرتك انه 8 اكتوبر انا مسافر اسطنبول ان شاء الله، وهاجي يوم 9 يعني تاني يوم، يعني هعمل لقاءات عمل يوم 8 ويوم 9 هرجع مع اول طائره جايه من اسطنبول لاول مره من سوق جديد لاول مره احنا بنشتغل فيه اللي هو السوق التركي. نعم. محمل بسائحين اتراك واجانب
إلى شرم الشيخ في أولى رحلات شركة طيران التركية مباشرة من إسطنبول لشرم الشيخ. يوم 17 هتبقى أول رحلة برضو من إسطنبول بس للغردقة. إجمالي الرحلات معدلاتها 4 رحلات في الأسبوع لشرم الشيخ من إسطنبول و3 رحلات إلى الغردقة كبداية. وأنا داخل في مفاوضات لتوسيع رقعة وصول هذه الطائرة وبالتالي السوق الجديد دوت من تركيا إلى مناطق مختلفة من مصر. أوائل أكتوبر إن شاء الله هستقبل في الهرم في منطقة الهرم أول مجموعات صينية بأعداد ضخمة. إن شاء الله هتستمر الموسم الجاي منه بأعداد من الصين بعد رفع الحظر اللي نجح سيادة الرئيس في زيارته المؤخرة للصين إنه يخلع الحكومة الصينية أنها ترفع الحظر، وبالتالي إن شاء الله في حركة من الصين. كان اليابان كمان كان في حظر في اليابان، كان في حظر في اليابان، وكان عندي مبارح أكبر شركة حكومية يابانية ودي أكبر كمية، ودي اللي كانت محكمة عنها تتعاقد اتفقنا معاها، وأول رحلتها في أوائل ديسمبر الجاي. أنا اتفقت مع وزير الطيران على تسيير رحلات إضافية لكل من الصين من بكين، كانوا 3 رحلات هيبقوا 4 في الأسبوع، ومن اليابان عندنا 2 هيبقوا 3 من طوكيو، وحيزيد رحلتين من أوساكا بلد تانية. احنا بنبني على الزخم اللي حصل بسبب زيارة مجموعة الوفد رجال الأعمال، وده بالنسبة للصين، وبنبني برضو على المجموعة النادرة بتاعة توت عنخ آمون اللي موجودة حاليا في اليابان، كانت في أوساكا وراحت دلوقتي. هتبقى سياحة للأقصر سيادة الوزير ولا بتشتغل على الغردقة أو شرم؟ لا أنا بتكلم حضرتك، شوف الغردقة أو شرم السياحة الشاطئية في الوقت الحالي طبعا ما وصلناش لسه للمعدل اللي احنا عايزينه، لكن أدائها كأرقام أفضل بكتير جدا من السياحة الثقافية في الفترة اللي فاتت اللي هي القاهرة الأقصر أسوان. احنا على أعتاب موسم شتوي، هذا الموسم هو الموسم الرئيسي للقاهرة والأقصر وأسوان، نعم. فأنا كنت حريص الفترة اللي فاتت ديت أني على الأقل أضمن إن شاء الله عودة السياحة الثقافية بعد أن يعني تدنت إلى أرقام عانى منها كل أنا شكاوي أهل الأقصر وأسوان شيء ضخم جدا، نعم. فأنا يعني برد على السؤال بقى الأولاني، الأرقام اللي على الورق، الشغل اللي بيحدث على الأرض النهاردة، أعتقد إن شاء الله الموسم اللي احنا داخلين عليه اللي هو بيبدأ من 1/11 رسمي كأكتوبر، نعم. لكن من أكتوبر بداياته ويخش في 2013 ان شاء الله موسم 11 سوري 12 13 هيكون ان شاء الله موسم. حضرتك بتتوقع ان هيجي لنا ملايين في الثلاث شهور دول؟ يعني انا الارقام اللي قريتها ان لغايه دلوقتي السياحه من بعد يناير لحد يوليو كانت 6 ملايين. 6 ملايين تقريبا دي نص السنه. اتوقع بقيه السنه ان شاء الله نجيب ما يقرب شرط الاستقرار. طبعا شرط طبعا، يعني ممكن كل جهود دي تتضرب بتصرف. انا صادق يعني انا برد على حضرتك بصدق، طبعا يعني هتتاثر سلبا بشكل فظيع جدا لو حصل حاجات رئيسيه، انما يعني برضو اجاوب لحضرتك، انا يعني زي سالتني انا على اتصال وثيق مع معالي وزير الداخليه، بتكلم في كل المنظومه اللي مرتبطه بالسياحه من زاويه الامن والاستقرار. في ارقام، ويمكن حضرتك لو سالت العاملين في السياحه في الاقصر النهارده مبسوطين جدا على انه في يعني شعور بامن اكتر، الباعه الجائلين، واحنا بنقول ارزاق مش هنيجي جنبيها، عمليه تنظيم بس، انما التعدي في مناطق الاثار في البر الغربي الاخبار اللي جايه من هناك جيده جدا، وان شاء الله بقيه المناطق السياحيه نبدا الموسم ببدايه مشرفه إن شاء الله. حضرتك ابتديت لي بتركيا. تركيا واضح أن هناك اتفاقات ما بين الحكومة المصرية والحكومة التركية. يعني تركيا مد أيديها لينا سياحيا. نعم. كان في كلام عن إلغاء التأشيرات بين البلدين، نعم. وستدخل حيز التنفيذ. هل متوقع أن يكون هذا قريبا؟ لا أنا مش عارف إذا كان هتكون قريبا جدا، لكن أعتقد هيكون في تسهيلات على الأقل في هذا الخصوص، مش إلغاء يعني، هي تنظيمها، يعني ممكن تحصل على التأشيرة في المطار. نعم. احنا بالنسبة لنا اعتقد تركيا مرحبة انه ده يحصل بالتبادل مع مصر. القرار بالنسبة للتأشيرة ديت احنا مهتمين في قطاع السياحة ان احنا نسهل على اللي جاي طبعا، فانا ده اعتقد ده هيبقى متوفر، الاتراك هيحصلوا على التأشيرة في منفذ الوصول بإذن الله.
بدءا من اليومين دول، انما الجهد اللي حضرتك بتتكلم عليه ما بداش اليومين دول فقط. يعني الحقيقه هذا الملف احنا بداناه مع الوزير السابق منير عبد النور في وقت الاي تي بي في برلين، لو حضرتك عارف المعرض الشهير ده في مارس اللي فات. اثاره اخيرا اتفقنا في الصيف ده ان احنا نسير الرحلات باتفاق مع وزير الطيران والمنظومه اكتملت. انا بتكلم على تركيا كمثال. نعم. مش الجهد مش في تركيا بس، في كل المقاصد او المصادر الاخرى لمصر احنا شغالين معاها. طيب واحنا بنتكلم عن تركيا هنروح للسياحه الاسلاميه. نعم. او السياحه الحلال زي ما اتقال عليها. هل نحن في طريقنا الى تغيير ملمح السياحه في مصر؟ هل هناك ستكون لدينا اماكن شاطئيه، مزارات خاصه بالمنقبات بالإسلاميين فقط، وحنقسم المجتمع؟ وضع الأجانب في سياحتهم الشاطئية في مصر هيكون إيه؟ بس هستأذن حضرتك يكون بعض الفصل سؤال.